خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي لجامعة المنصورة، واللي نظمت القافلة الشاملة جسور الخير 17، واللي وصلت لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر عشان تقدم الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة لأهالي القصير، وكمان صرف الأدوية بالمجان، ده بجانب تحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، نتعرف منه على كافة التفاصيل للقافلة وفعالياتها كمان. بنرحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ بسنت والاستاذ احمد، صباح الخير على حضرتك جميعا وعلى الشعب المصري. اهلا بك يا فندم. يعني حابين حضرتك تعرفنا الاول على التخصصات اللي اشتملت عليها القافله. القافله بتشمل طبعا، دي مش اول قافله بتطلع، دي رقم 17 وبتطلعها دائما كل شهر ونص او كل شهرين للمناطق الحدوديه. دي قافله طالعه للقصير، وكان من حوالي شهر ونص قافله ايضا لواحد سيوة. القافله طالعه للقصير كانت اتحركت بالامس، فجر الامس، والحقيقه كانت تشمل 36 زميل من الاطباء المتخصصين في كافه التخصصات الطبيه، وشملت ايضا طب الاسنان والصيدله، ومعهم فريق ايضا من الطب البيطري اللي فيها النساء والولاده، وفيها ايضا الانف والاذن والجراحه العامه وكل التخصصات والاورام. صحيح. ويعني وبرئاسه سياده النائب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. والحقيقه القافله بتقوم بمعها الادويه الخاصه بها وكل المستلزمات الطبيه، وبالتالي بتجري العمليات او بتجري اي فحوصات على الطبيعه. لا. ثم اذا كانت هناك اي حالات حرجه او محتاجه تدخل يعني امكانات اعلى بيتم احالتها لجامعه المنصوره ايضا بالمجان. نعم. يعني نفهم من كده يا دكتور ان هي قافله طبيه في المقام الاول. ليها طبيه. فعلا هي قافله طبيه، بس ولكن تتضمن ايضا فقرات ترفيهيه للاطفال هناك. وبعض الهدايا للاطفال بيتم اصطحابها ايضا مع القافله. نعم. يعني الحياه لازم تكون حياه طبيعيه، لان القافله ما بتدخل على قريه او مدينه او مكان معين، لابد انها تعيش داخل هذا المكان. صحيح. بتقعد من يوم السبت ليوم الاربع مساء. نعم. وبتعود يوم الخميس. نعم. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك، لو بنتكلم على قافله طبيه لاهلنا في القصير في البحر الاحمر تحديدا، ايه اكثر التخصصات اللي لاحظتوا ان عليها نوع من انواع الاقبال من الاهالي؟ طبعا التخصصات اللي هي خاصه بالاطفال، مثلا انف والاذن والحنجره، التخصصات الخاصه بالاوعيه الدمويه، لو مثلا في مثلا جراحات عاجله بيتم اجراءها. نعم. معظم الجراحات العامه بيتم معالجتها هناك، انما لو في جراحات دقيقه، في مشاكل في الكبد في الرئه. نعم. لا قدر الله بيتم احالتها لجامعه المنصور. واحب انوه ان دي ليست البرنامج الوحيد، احنا عندنا برنامجين اخرين. برنامج بيطلع كل اسبوع لمستشفى العريش وبير العبد، كل اسبوع من كليه الطب بيطلع مجموعه من الاطباء منذ 2017 حتى الان، وصل عدد الاطباء المشاركين اسبوعيا 1850 طبيب زاروا او استاذ في الجامعه وعضو هيئه تدريس وهيئه معاونه زاروا مستشفى العريش لمده اسبوع ايضا. نعم. وكذلك قافلة طبية بتتحرك عندنا في داخل القرى محافظة الدقهلية بمعدل كل أسبوع أيضا داخل المحافظة، وبيجيني تقرير كل أسبوع عن تحركات القوافل على مستوى جامعة المنصورة. دكتور شريف، عايز أفهم من حضرتك حاجة، يعني دلوقتي الحالات الحرجة هل بيتم التعامل معها فإن أنتوا بتحولوها لمستشفى جامعة المنصورة؟ بالظبط كده، على نفقة جامعة المنصورة، وبيتم تحويلها بتقرير من الطبيب المعالج اللي موجود في القافلة. وأول ما بيجي لنا بيتم تلقي الحالة ويتم معاملتها على أعلى مستوى. طيب. والحالات الغير حرجة، لو حالات محتاجة لأدوية، هل بتكشفوا عليهم مثلا وبتوفروا لهم الأدوية دي بأسعار رمزية ولا بتقدم بالمجان؟ الأدوية كلها بالمجان. هي. الأدوية اللي بتكون مصطحبة مع القافلة بالمجان، أي حاجة بالمجان. وكمان في أيضا محاضرات توعوية وثقافيه بتهدف الى الوعي الانتماء للوطن، وان احنا نسيج واحد، وان دي دور الدوله. نعم. وده توجه القياده السياسيه نحو ابنائنا وعلى المناطق الحدوديه. نعم. طيب دكتور شريف، يعني حضرتك قلت يعني ان انتوا بس مش موجودين، احنا بنتكلم في جسور الخير 17، دي النسخه ال 17 من قافله جسور الخير تحديدا، ويمكن حضرتك ذكرت في حديثك ان مش بس البحر الاحمر، كنتوا موجودين في مستشفى العريش في شمال سيناء وانتشرتوا في عدد كبير من المحافظات. عاوز اسال حضرتك او سؤالي هنا،
على أي أساس بيتم يعني تحديد الانتشار الجغرافي ليكم؟ احنا طبعا في بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره الصحه، وده بناء على توجه من القياده السياسيه منذ عام 2017، وبدا في تنفيذه ان كل اسبوع يوم الجمعه بتطلع سياره من كليه الطب فيها عدد من التخصصات اللي ممكن ما تكونش متوفره في مستشفى بئر العبد وكذلك مستشفى العريش، ودي مستمرين عليها من عام 2017 حتى الان. كل يوم جمعه فريق من الاطباء والهيئه المعاونه بيطلع لمدة أسبوع، يعود يوم الخميس ويرجع فريق أول. يعني أفهم من كده يا دكتور أن مستشفى بئر العبد هي شكل استثنائي لأن كل يوم جمعة مخصص لها زيارة؟ بالضبط كده، وكذلك مستشفى العريش. نعم، فيما يخص باقي بقى أنواع الانتشار، لو في حالات مستعجلة، حالات خطيرة جامعة المنصورة، بيتم طرح تحويل على جامعة المنصورة ونقدم كل الرعاية الكاملة. نعم. طيب هل بيبقى في اوجه تعاون ما بين حضراتكم مثلا ومبادره حياه كريمه عشان تقدروا توصلوا طبعاً للقرى الاكثر احتياجا؟ طبعا لنا دور كبير جدا في حياه كريمه هنا في مدينه شربين، سواء من الناحيه الطبيه او الهندسيه او الاشراف المتعلق بجامعه المنصوره. الحمد لله لنا دور كبير جدا فيها، الحمد لله. يعني هو عمل الخير تحديدا في مصر ما فيش اي حد بيتقاعس عنه، يمكن لسه شايفين المؤتمر اللي كان موجود للمظله الخاصه بالجمعيات الاهليه تحديدا وشكل التعاون اللي بيقدم او الخدمات اللي بتقدم للاهالي، لكن بالتاكيد اكيد في عقبات وفي بعض الملاحظات بتشوفوها اثناء تواجدكم، لو حضرتك تقول لنا ايه هي العقبات دي وبتتعاملوا معاها ازاي؟ هو الحياة طبعا الانتقال، بس لو مسافة بعيدة بتاخد وقت شوية، إنما الزملاء الحياة يعني عندهم روح الولاء والحب والانتماء في العمل التطوعي زي ما حضرتك بتقول، فممكن السفر مثلا ياخد 12-13 ساعة بيبقى متعب شوية، إنما الحمد لله يعني أنا بسلم عليهم وهم رايحين وبستقبلهم وهم بيرجعوا، يعني رفع اللوح المعنوية لديهم بتكون لها حافز إن هم يقولوا عايزين نطلع قافلة أخرى. فاحنا كاداره جامعه برضو والساده النواب بنحاول نتغلب على ذلك، نتواصل معهم اثناء القافله اثناء سفرهم، فيعني الامور يعني انا اعتقد ان ما فيش عقبه تحول دون القيام بالعمل التطوعي. نعم. طب دكتور شريف، ايه اوجه التعاون ما بين حضراتكم والمحافظه بقى نفسها؟ يعني بتقدموا، هل المحافظه بتساعدكم؟ يعني احكي لي اكتر عن الموضوع ده. احنا طبعا بنقدم، احنا جامعة علمية بحثية أكاديمية بتقدم خدماتها للمحافظة في أي أوجه من أوجه المطلوبة. السيد المحافظ إذا طلب أي استشارة من الاستشارات الهندسية أو التحليل أي أمور متعلقة، عندنا معامل متخصصة في كلية العلوم وكلية الزراعة، أي نوع من أنواع التعاون احنا بنقدمه لمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة أيضا. وايضا احنا في طريقنا لعقد يعني اوجه تعاون رسميه مع قياده الجيش الثاني الميداني، وكنا في زياره لقياده الجيش الميداني منذ اسبوعين، وفي سبيلنا العمل بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين قياده الجيش الثاني الميداني وكذلك محافظه الدقهليه لتقديم اوجه الدعم اللوجستي والفني والاداري لكل المنطقه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب دكتور، يعني سؤال اخير، القافلة الجاية هيكون مكانها فين؟ يعني إن شاء الله التخطيط لها هيكون فين؟ وهل في تعاون، يمكن بس أنا سألت على التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، هل أيضا في تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؟ طبعا بالنسبة للقوافل بيتم تحديدها بناء على خريطة زمنية مع المجلس الأعلى للجامعات، لأن المجلس الأعلى للجامعات بالأسف مع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي بيضع خريطة لكل الجامعة، بيكون لها منطقة حدودية بيتم اختيارها عشان نغطي الجمهورية كلها. فدي بناخدها كل فترة، المنطقة اللي عليها الدور بيكون منطقة حدودية دائما بيتم التنفيذ فيها. وكذلك الامر دورنا في حياه كريمه، احنا كجامعه المنصوره الحمد لله لنا دور كبير جدا في كل التخصصات، وبنقدم خدمات يعني الحمد لله على ارض الواقع، واعتقد المحافظه تشهد بذلك. يعني اكيد يعني جامعه المنصوره خدت المركز الاول في الاستجابه لكل الشكاوى اللي تقدمت لمجلس الوزراء. الحمد لله، الحمد لله يعني. بنسبه 99% الحمد لله يعني. يعني بنشكر حضرتك طبعا الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ويعني دائما سباقين في عمل الخير، وفكرة الانتشار
في المحافظات الحدودية تحديدا، أعتقد ده يعني بيقدم هدف أسمى وهو وصول الخدمة وتحقيق نوع من أنواع العدالة في التنمية وفي التوزيع أيضا في كل محافظات وربوع الجمهورية، اللي بيتماشى مع استراتيجية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة ووصول الخدمة لكل المستحقين.